بسكيكدا وبمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، نظمت جمعية ناس الخير عزابة يوما تحسيسيا حول كيفية التعامل مع الأضحية، وذلك من خلال مداخلات لمختصين أوضحوا من خلالها كيفية اختيار الأضحية والتعامل معها في حالة المرض، وكذا الطريقة الصحية لتناول مادة اللحم خلال أيام عيد الأضحى المبارك. المراسلة لإسلام حمدها. إذن بمناسبة عيد الأضحى المبارك، نظمت جمعية ناس الخير عزابة يوما تحسيسيا حول أضحية العيد. هذا اليوم يعني كان بي يعني حضرنا فيه مجموعة من الأخصائيين، من بينهم أخصائي يعني بيطري، طبيب بيطري، يتحدث حول مشاكل خاصة الكيس المائي ومشكل هذا اللي ظهر في السنوات الأخيرة، اللي هو حول يعني تغير لون الأضحية. النقطة الثانية اللي طرقنا لها هو حول السكري. السكري نعرفوا أنه مرضى السكري عندهم بعض يعني الصعوبات فيما يخص تناول أضحية العيد، وبالتالي قدمنا لهم بعض التوضيحات وبعض الشروحات حتى يكون يعني العيد هذا يمر يعني أمنا وسلاما على هؤلاء أو هذه الفئة. وكاين المشكل اللي قاعد يظهر في السنوات الأخيرة، اللي هو تحول اللون الأضاحي للون الأخضر، والمشكل هذايا مشكل أساسه درجة الحرارة والتعامل الغير سليم مع الاضاحي. بس الحمد لله درك الدوله راهي قايمه في مال السيارات الادويه، والواحد الكل يعدي تحت رقابه الدوله.